مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مصر كل يوم. النهارده الحقيقه مشاهدينا الكرام هنستعرض مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه مجموعه مهمه جدا من الاخبار التي تصدرت المشهد خلال ال 24 ساعه الاخيره، وكمان هنوضح لكم اخر المستجدات فيها. وزي ما عودناكم دايما فقرتنا هتكون متنوعه وشامله كافه الملفات والتخصصات. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. هنروح لأول أخبارنا. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وذلك بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم. كمان صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومتر، ويبدأ من المحطة التبادلية عدل منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف. مشاهدينا معنا للتعليق على هذا الخبر هاتفيا الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك دكتور حسن. أهلا بسيادتك وبالمشاهد الكريم. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة نقل نوعية في مجال النقل وأيضا يعني في قطاع الأعمال العام الخاص بأعمال النقل تحديدا، كيف رصدت هذا التطور ومجهودات السيد الرئيس في هذا السياق؟ الدولة اشتغلت من 2014 على النهوض بقطاع النقل بكافة أدواته ووسائطه، إيمانا من الدولة بأن النقل داعم لمشروعات التنمية المستدامة اللي الدولة اشتغلت عليها في كافة نواحي الحياة. لو اتكلمنا عن مدن عمرانية جديدة، لو اتكلمنا عن استصلاح زراعي، لو اتكلمنا عن استغلال الثروات الطبيعية والمناطق السياحية وسهولة الوصول ليها، لو اتكلمنا عن المناجم والمحاجر والمناطق الصناعية، كل هذه الأمور كانت تتطلب أن يكون لدينا بنية أساسية قوية وعلى رأسها قطاع النقل، باعتبار أن النقل شرايين للحياة وشرايين وداعمة للتنمية. فالدولة اشتغلت في كافة القطاعات النقل البري. بدأنا بالمشروع القومي للطرق ولازلنا بنحل مشاكل تطوير محاور داخل المدن، والمشروع القومي للطرق ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها، وكانت نتيجة ذلك أن المجتمع الدولي أشاد بما قامت به مصر وارتفع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية 90 نقطة. نعم. حصيلة سنوات من العمل والجهد وحصيلة دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس لهذا القطاع الهام، باعتبار أن النقل كما أشرت هو اللي هيسهل أعمال التنمية اللي الدولة بتصبو ليها، خصوصا في مجال الزيادة السكانية. احنا عايشين كنا على 6% من مساحة مصر حوالين الوادي الضيق، عشان ننتقل الى او ننتشر على مساحه جغرافيه اكبر يبقى لابد ان يكون عندي شبكه نقل قويه. انا مش عايز اطول عليكي، لكم كنت في المقدمه بتتكلمي عن القطار الكهربائي الخفيف. نعم يا فندم، هو يعني احنا عندنا في الكثير من وسائل النقل، منها المونوريل، منها ايضا الاتوبيس الترددي والكثير. عايزين نفرق بين هذه الوسائل، ايه الفرق بينها وبين بعض يا فندم؟ طيب، القطار الكهربائي الخفيف هو قطار من اسمه كده، هو قطار بيتحرك على قضبان حديديه، ولكن كلمه قطار خفيف معناها ان الابعاد بتاعته والوزن والحجم بتاعه اقل من القطار المعتاد اللي بنستخدمه. اقل في الحجم والوزن، مش كده يا فندم؟ اقل في الحجم والوزن. تمام. وطبعا ده وسيله نقل جيده جدا لربط المدن الجديده بعضها ببعض، ويمكن المسار بتاعه من العاصمه الاداريه مرورا بتجمع معاد شرق القاهرة وصولا للمحطة التبادلية في عدلي منصور مرورا بالسلام والعاشر من رمضان، وده هيكون ليه جدوى
كبيرة جدا في سهولة وسرعة إعمار المدن الجديدة وسهولة وصول المستخدمي هذه المدن سواء للإقامة أو للدراسة أو للعمل. وده إن شاء الله حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، ويمكن حضراتكم والمواطن الكريم. نعم أنا مع حضرتك، تفضل. التشغيل التجريبي لهذا القطار الخفيف المونوريل ده مشروع آخر بقى، ده اسمه القطار الكهربائي المعلق. نعم. القطار الكهربائي المعلق عندنا مشروعين، مشروع بيربط القاهرة الجديدة بتجمعات شرق القاهرة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة وصولا إلى مناطق مدينة نصر، وبطول حوالي يتجاوز 56 كيلو 21 محطة عضوية. المونوريل من اسمه كده هو قطار بيتحرك في مستوى أعلى من مستوى الأرض الطبيعية أو أعلى من مستوى الطرق اللي موجودة، وبالتالي هو ما بيقفش في تقاطعات ولا زحام، يختصر الزمن. المونوريل وسيلة حضارية أنا استخدمته في دول كثيرة في آسيا، وده هيقلل زمن الرحلة وهيكون ليه مردود إيجابي على سهولة الانتقال. وطبعا كل وسائل الجر الكهربائي اللي بنتكلم عنها بتكون صديقة للبيئة ومفيش انبعاثات غازية، وده بنسميه النقل الأخضر أو الجر الكهربائي. عندنا مونوريل آخر لربط السادس من أكتوبر بالشيخ زايد ومناطق محافظة الجيزة. جميل. يعني عندنا مشروعين للمونوريل، مشروع بيربط أكتوبر وزايد بباقي محافظة الجيزة، ومشروع بيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة وصولا إلى مناطق مدينة نصر. وعندنا كمان محطات تبادلية ما بين الـ LRT وما بين المونوريل. المشروع الثالث اللي هو القطار الكهربائي السريع، وده حضرتك يمكن كلنا شفنا توقيع العقد بحضور فخامة الرئيس، وكان المستشار الألماني تحدث أيضا في كلمة عن هذا المشروع اللي يعتبر نقلة حضارية نوعية لمصر في مجال النقل السككي والجر الكهربائي، بدخول مصر عصر القطارات السريعة بسرعة تصل إلى 230 كيلو في الساعة. عندنا خط بيصل من العين السخنة إلى المرسى مطروح، وخط من 6 أكتوبر إلى مش بس أسوان، هيكمل إلى أبو سنبل. وعندنا الخط الثالث هيربط الأقصر بالغردقة، ودي كلها مشروعات عملاقة كل الهدف منها دعم مشروعات التنمية المستدامة. جميل. وسهولة التنقل للمواطن، وبالإضافة طبعا. جميل. نعم الحقيقة هي مشروعات يعني في غاية الروعة، والحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة من أجل توفير بنية تحتية أساسية لرفاهية المواطن ولمستقبل أولادنا إن شاء الله. طيب هنتكلم برضو عن الاجتماع الذي عقد اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. هو القطاع هام جدا من قطاعات النقل، وزي ما احنا عارفين ان النقل ليه ادوات او بنسميها وسائط، الوسائط دي منها النقل البحري والنقل النهري والنقل البري، وكل هذه الادوات الدوله شغاله في تطويرها بشكل اني، يعني بنطور كله مع بعضه، مش بنستنى لما نخلص حاجه ونطور اللي بعدها. فطبعا المواني في اطار زياده التبادل التجاري ما بين مصر وما بين دول العالم، بالاضافه الى التوكيلات الملاحيه العديده اللي بتتعامل مع المواني المصريه، وفي اطار المنافسه الاقليميه اللي احنا شايفينها، كان لابد ان احنا ناخد خطوات سريعه في تطوير المواني. صحيح. البحريه علشان نقدر ان احنا يكون عندنا توكيلات ملاحيه دوليه بتتعامل معانا، نجتذب عملاء اكثر، نستفيد الاقتصاد بتاعنا يستفيد بشكل اكبر. فكان ده لابد انه يكون في تطوير للمواني. نعم. بالاضافه الى بعض المواني اللي هي فيها ارصفه متعدده الاستخدامات، خصوصا مع اكتشافات الغاز الطبيعي اللي اكرم بها ربنا مصر، وطبعا دي كلها محتاجه ان مصر مخطط ليها ان تكون مركز لتبادل الغاز في الشرق الاوسط. صحيح. فده كله محتاج ان يكون عندي مواني بحريه مؤهله إلى هذه المنافسة. بنربط كمان المواني بخطوط سكة حديدة علشان خاطر أقدر أزود من سرعة نقل البضائع إلى المواني الجافة، وبالتالي نزيد من الطاقة الاستيعابية ولا تتكدس البضائع داخل المواني فتحدث بها شيء. نعم. من الزحام. كل هذه الأمور الدولة شغالة بيها، ولا ننسى بالأمس القريب كان ميناء جرجوب. صحيح. تم افتتاحه شرق غرب النجيلة بحوالي 60 كيلو متر في محافظة مرسى مطروح،
وده يعتبر برضو من الموانئ الحديثة اللي تم إنشائها على أعلى معايير التكنولوجيا اللي موجودة في العالم. بالتأكيد. عندنا كمان مشروع ميناء الإسكندرية الكبير اللي هيضم ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية وميناء المكس، وده هيكون الثلاثة مع بعض بمسمى ميناء الإسكندرية الكبير. الحقيقة يا فندم هي مجهودات كبيرة، وإذا عدنا يعني نعدد هذه المشروعات لن تكفينا حلقات وحلقات، لأن الحقيقة زي ما احنا دايما بنقول الرئيس بيشوف إيه اللي ما تعملش مش إيه اللي اتعمل، ودايما احنا كل يوم يعني مع صباح كل يوم بنلاقي فيه يعني مشروعات جديدة وإنجازات متعددة على كافة أنحاء الجمهورية. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. الحقيقة مشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية أساسية تقوم بها الدولة، زي ما احنا شايفين وسائل النقل، منظومة النقل هي يعني معمولة الحقيقة على أحسن الطرز وأحسن وسائل التكنولوجيا الحديثة. طبعا احنا شايفين برضو محاولات الربط بالعاصمة الإدارية، تلك العاصمة التي تعتبر بحق هي عاصمة عالمية. يعني احنا لما بنروح العاصمة الإدارية الحقيقة احنا بننبهر من هذه الإنشاءات والبنية التحتية وأيضا وسائل النقل التي تربط هذه العاصمة بجميع أنحاء الجمهورية. وزي ما قال أيضا الدكتور حسن، الموانئ على مستوى الجمهورية فيها اهتمام خاص ربطها بخط السكك الحديدية، خاصة أن مصر تعتبر أو تتميز بموقع جغرافي متميز، وهي أيضا يعني نقطة ربط بين الدول بعضها البعض فيما يتعلق بالغاز بشكل أكثر يعني تحديدا. الحقيقة هنتنقل مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر. النهاردة كمان قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن الدولة ستقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، مضيفة من ضمن المخططات وجود شركات قطاع خاص تمكنها حاليا في منظومة تحويل شرم الشيخ خضراء من إنشاء محطات شحن كهرباء. وتابعت وزيرة البيئة: لا نقول إننا سننتقل بين يوم وليلة من البنزين إلى الكهرباء مرة واحدة، ولكن الحكومة ستعطي حوافز لتصنيع السيارات الكهربائية وتصنيع السيارات صديقة للبيئة أو جذب شركات أجنبية لتعطينا المكونات لإنتاج وتصنيع السيارة. معانا على التليفون النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني فيما يتعلق بكواليس هذه الجلسة وتعليقك أيضا على كلام الوزير، الحقيقة يا فندم يعني جهود كبيرة تقوم بها الدولة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر وأيضا استخدام كل ما هو صديق للبيئة. تفضل يا فندم. لا يعني احنا حقيقة الأمر وكانت جلسة مثمرة جدا، وكان في مشاركة فعالة للسادة النواب. نعم. لدرجة إن أنا طبعا كان عندي تقريبا 52 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة حول يعني تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات. نعم. بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة بشأن بقى اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي، اللي هو إحلال السيارات التي تعمل بالوقود ما بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ البيئي اللي هو الاقتصاد المناخ أو الاقتصاد الأخضر. طلب إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة حول جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ الذي سيعقد في مصر. طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات. نعم. يعني والوزيرة حقيقة في تعقيبها تناولت لدرجة كانت مسجلة ومدونة قدامها أسماء بعض السادة النواب اللي لهم يعني الأدل بطلباتهم وبياناتهم، فكانت يعني عملت رد أكثر شمولاً. وزي ما تفضلتي ان فكره ان احنا مش هننتقل بين يوم وليله صحيح، لكن لان كان في طموح، طبعا في طموح، لان انا انت يعني مثلا على سبيل المثال مساله المخلفات والخمامه دي كانت فرضه نفسيها مثلا والملوثات،
طيب احنا اذا حبينا نتكلم يا فندم ايضا عن الحوافز التي تقدم لتوطين صناعه السيارات الكهربائيه صديقه البيئه، تلك الحوافز التي تقدم الى صناع يعني صناع هذه السيارات الكهربائيه تحديدا، خاصه ونحن كمصريين نحاول تنفيذ خطه 2030 او التنميه المستدامه، وزي ما احنا عارفين ان قضيه المناخ من اهم اهداف هذه الخطه. لا، ما هو طبعا اي سياسه جديده، يعني على سبيل المثال انت في مساله استبدال السيارات بالغاز، يعني تدي محفزات لاصحاب السيارات. نعم. مثلا بالمجانا، مثلا بيحول سيارته مثلا. فكره ان انا اوفر يعني مثلا سياره كهربائيه، مثلا ان انا ازاي تكون عندي محطات شحن منتشره على عموم الوطن. وبحيث تبقى ميسره، لان هو في ممكن تبقى في عقبه امام مالك سياره بالشحن الكهربائي اللي بتعمل بالكهرباء، ان في محطات تبقى متباعده، فدي لازم تكون الخدمه دي ميسره للمواطنين، وخاصه صحيح. في المناطق ذات الكثافه. اما بقى في التصنيع، لان هو اللي هو السياسه العامه للدوله اللي هو توطين صناعه السيارات بشكل عام، وفي القلب منها صناعه السيارات الكهربائيه. باعتبار ان الاتجاه العالم الان لصناعه الطاقه النظيفه الخضراء، اللي هو يبقى الصناعه السيارات الكهربائيه، لان انا لو وصلت صناعه في ضوء الصناعات التي السيارات التي تعمل بالوقود العبوري او الوقود العادي. نعم. يبقى معناها ان انا بتخلف بانتج وحدات مش هتجد من يعني يقبل عليها، لان العالم النهارده في محفزات عالميه وللدول التي طيب احنا اذا طيب معلش عفوا المقاطعه، اخر سؤال بالنسبه للمحفزات العالميه على وجه الخصوص، كيف يتم التعامل ايضا مع الشركات الاجنبيه فيما يتعلق بالمكونات الخاصه بانتاج وتصنيع السياره الكهربائيه؟ وطبعا لان في اسواق احتكار، لكن انت بتحاولي تجيبي المكونات وتصنعي، انت عندك تجميع سيارات العاديه بالوقود. نعم. العبور الوقود العادي. فانت هتنتهجي نفس السياسه، بس هتستبدلي بدل ما تجميع السيارات بالوقود العادي هتستبدلي السيارات التي تعمل بالكهرباء. صحيح. يبقى في هذه الحاله انا يهمني برضك ان الشركات العالميه التي تمتلك تلك التكنولوجيا او المكونات من مصلحتها ان تفتح اسواق جديده هي لها نفسها، فلما انا ابادر هحصل على محفزات المبادره، من زي ما انا هبادر امنح محفزات محليه لمن يقتني سياره او لمن ينفذ مشروعات استثماريه لتصنيع السياره الكهربائيه، بخلاف الذي يصنع سياره او يجمع سياره عاديه بتعمل بالوقود. نعم. زي ما انا همنح محفزات محليه، ايضا العالم والاستثمار يمنح الدول والاسواق العالميه الواعده محفزات، بحيث ده لانه هو يعني من يبدا مبكرا يحصل دائما على محفزات وعلى مزايا. صحيح. شكرا جزيلا النائب عاطف مغاوري عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، اشكرك جزيل الشكر يا فندم. هنروح لخبر تاني مشاهدينا الكرام، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط هارب من تنفيذ 305 أحكام قضائية 205 أحكام قضائية بإجمالي مدة حبس بلغت 340. طبعا ده عدد سنوات كبير جدا، ويبدو أنه أو هذا الهارب له قصة كبيرة، وأن حجم الأحكام وراء جرائم كتير جدا عملها. لأتعلق على هذا الخبر مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ طه هاشم محرر الحوادث بالبوابة نيوز. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ طه. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ رن. الحقيقة يعني زي ما احنا شايفين عدد سنوات حبس غير طبيعي، 340 سنة، ما هي قصة هذا الهارب تحديدا؟ السؤال تاني أستاذ رن عشان الصوت ده. بقول لحضرتك يعني عدد سنوات غير طبيعي 340 سنة يا فندم، ما هي قصة هذا الهارب؟ صحيح يا فندم، هو رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات له العديد من الأعمال التجارية، مقيم بمنطقة جمالية في القاهرة. في الحقيقة أغلب الأحكام دي هي قضايا تبديدات وشيكات ومباني هو بنيها بدون ترخيص، فطبيعي كان بيصدر ضده أحكام كتير بسبب المعاملات التجارية اللي عليه، بس أغلب الأحكام دي بتبقى درجة أولى فبيتم الطعن فيها. نعم. أو سداد قيمة هذه الشيكات أو المبالغ أو تسديد غرامات المباني فبيتم إلغائها.
يعني هل يا فندم 340 عام هي فقط امام الشيكات والاحكام التي اتخذت بسبب مباني غير مرخصه؟ لان هو قاضي شيك مثلا بيصدر ضده فيه حكم الثلاث سنين، هو بيصدر شيكات بدون 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 رصيد، فطبيعي ممكن يكون في معامله واحده صادر ضده في معامله واحده مثلا لشريك لي او لاي حد بيكون عطيله حوالي 5 أو 6 شيكات، فبيصدر بس لشخص واحد مثلا ضده 20 أو 30 سنة حكم. طيب هو المتهم كان مقيم في منطقة الجمالية في القاهرة، فما صدرت ضده الأحكام دي كلها وما قدرش طبعا يسد المبالغ اللي عليه أو الغرامات، توجه واختبأ في شقة بمنطقة أكتوبر في الجيزة ولكن تم ضبطه. ولكن يا فندم هو سؤال بيطرح نفسه، قدامنا دلوقتي 205 حكم قضائي، كيف تمكن هذا الهارب من الاختفاء والهروب كل هذه الفترة؟ هي الأحكام دي كلها أحكام غيابية. نعم. طبيعي التصدر هو أول ما بيعرف أول ما عرف بقيمة هذه الأحكام على طول، أو من قبل ما يصدر ضده الأحكام دي كلها، يعني مع أول شوية أحكام اختبأ بعيد عن 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 أعين أجهزة الأمن، ولكن تم رصده عن طريق قطاع الأمن العام وقطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وتم تحديد مكانه بالضبط وضبطه، وتم توجيهه إلى النيابة العامة التي امرت بحبسه لحين الطعن في الاحكام الصادره ضده. هل هو كان كثير التنقل بين عناوين مختلفه يا فندم؟ يعني لما كانت السلطه المنوط بها تنفيذ الاحكام بتحاول انها تنفذ هذه الاحكام، واكيد في ناس طبعا متضررين كانوا بيحاولوا يدوروا عليه عشان ينفذوا الاحكام. يعني هل كان هناك في يعني عناوين مختلفة أو الانتقال من عنوان إلى آخر، ولا كان على طول الفترة ديت في 6 أكتوبر؟ بين عدة أماكن، ولكن مستقر به المقام في منطقة أكتوبر في الجيزة. لكن طبعا جهود أجهزة وزارة الداخلية لم تتوانى حتى تم ضبطه. طب هل هو هيسدد يا فندم هذه الأموال المستحقة عليه من بحكم متابعة حضرتك لهذا الملف، أم سيقضي مدة العقوبة المفروضة عليه؟ هو لسه بيتم عرضه على جهات التحقيق، هيتم رصد الاموال اللي معاه، في حاله عدم قدرته على التسديد بيتم مصادره املاكه وتسديدها للاشخاص، وفي حاله عدم استيفاء تلك المبالغ بيتم حبسه بها. نعم، شكرا جزيلا الاستاذ طه هاشم محرر الحوادث بالبوابه نيوز. الحقيقه مجهود كبير بتقوم به وزاره الداخليه على كافه المستويات انها بتحاول انها تضبط هؤلاء الهاربين الذين يحاولون النصب على المواطنين. احنا كل يوم حتى بنشوف مستريح او مستريحه جديده، الكثيرون ممن يقومون بعمليات الغش والنصب والاختلاس، ولكن الحمد لله وزاره الداخليه بتقوم بدور مهم جدا في ملاحقه هؤلاء المجرمين وهؤلاء النصابين في محاوله للحفاظ على حقوق المواطنين. هنروح لخبر تاني من وزارة الزراعة، حيث احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيوم البيئة العالمي تحت شعار خضر بلدك ازرع شجرة بمركز معلومات تغير المناخ والإنذار المبكر في إطار بروتوكول التعاون القائم مع نادي روتاري التحرير، وأيضا مشاهدين الكرام بمشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وعدد من ممثلي المجتمع المدني المهتمين خاصة بالشأن البيئي وعدد من المستثمرين في الاقتصاد الزراعي الأخضر. خلونا نشوف مشاهدينا هذا التقرير ونرجع تاني. يحتفل العالم يوم 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، خاصة وأن قضية التغيرات المناخية تحظى باهتمام محلي ودولي كبير. ونظم مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع مبادرة خضر بلدك ازرع شجرة احتفالية بمركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين. النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للبيئه تحت شعار خضر بلدك ازرع شجره من مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيره. احنا النهارده بنحتفي يعني باليوم العالمي للبيئه وبدور الشجره في القضاء على او الحد من التغيرات المناخيه. احنا النهارده زي ما احنا شايفين اهتمام كبير وواسع من دول العالم كلها بقضيه المناخ، الامر ليس
مرتبط ب يعني بلد بعينها ولا حتى يعني قارة، لا ده هو الأمر بقى بيتعدى حدود القارات. فالأمر محتاج نوع من التعاون على المستوى الدولي، وإحنا بنشهد يعني نوع من الاهتمام الكبير من الحكومة، وخاصة إن يعني بداية من الخطة الاستراتيجية لمصر 2030. الروتري دلوقتي بيندمج مع المجتمع، بيحاول إن هو يشوف كل سنة إيه الجديد أو التغيرات في المناخ، بحيث إن إحنا نمشي مع التطور. تمام؟ إحنا دلوقتي بنشوف إيه أفضل طريقة للزرع، إن إحنا نزرع أشجار مثمرة بدون ما نستهلك كمية كبيرة من المية، ماشيين مع توجهات السيد رئيس الجمهورية بأن إحنا لازم نتبع أسلوب الحديث في الري اللي هو أسلوب التنقيط. وشهدت فعاليات الاحتفالية حضور مكثف من أعضاء مجلس النواب وشيوخ وعدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كل الشكر والتقدير والاحترام للقيادة السياسية الرشيدة بقيادة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن السنة دي سنة تاريخية، هنستضيف مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله في شهر 11، فده يمكن إحنا كنواب شباب يعني شوفنا بنشوف توجه القيادة فين، وعشان إحنا شايفين الإنجازات الحقيقية على الأرض فبنشوف التوجهات فين وبنبحث فيها ونشوف، بحيث إن إحنا نساهم، لأن إحنا دورنا في مكاننا في يعني لجنة زي لجنة الزراعة من أهم اللجان، خاصة في الظروف اللي بتمر بيها العالم مش مصر بس، وأزمة أوكرانيا مع روسيا وأزمة القمح. ويمكن الغذاء ده زي ما يعني تأمين حدودنا أمن قومي، تأمين الغذاء أمن قومي. كل القطاعات بدأت إن هي تتحرك، طبعا قطاع البيئة، طبعا وزارة البيئة عملت مجهودات كبيرة جدا في المبادرات اللي بتقدمها التوعية وكده. يا طب إحنا بقى الحاجات دي كلها، الجهود دي كلها لازم تتحصن وتتحمي وتاخد شكل قانوني، وده طبعا من خلال المجالس النيابية، البرلمان، النواب وشيوخ، لازم يبقى يحصل قوانين تفعل وتشريعات تخرج للنور علشان تحمي كل الجهود دي كلها. وعلى هامش الاحتفالية تم زراعة عدد من الأشجار الخشبية التي تعمل على تقليل الانبعاثات وتوقيع مذكرة تفاهم بين مبادرة ازرع شجرة خضر بلدك ومركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة للتعاون وتبادل الخبرات في المجال البيئي. أحمد سعيد، مصر الزراعية. شكرا جزيلا زميلي أحمد سعيد على هذا التقرير. والآن مشاهدينا الكرام، احنا عارفين ان في دور مهم جدا بتقوم به وزارة الزراعة وايضا التضامن والأوقاف. النهاردة وقعوا الحقيقة بروتوكول تعاون لتوفير رؤوس الماشية المنتجة لصغار المربين في مصر تحديدا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة الرئيس لتنمية الريف المصري. نروح نشوف التقرير مشاهدينا الكرام ونرجع تاني. هذا البروتوكول الهدف منه الحقيقة بيهدف إلى عدة نقاط: الإسهام في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من حيث تحسين الدخل. والحقيقة التجربة بتقول زي ما احنا بنساعد الطبقات الأكثر احتياجا، أيضا هناك طبقات تكون مساعدتها أيضا بترفع من وضعها الاجتماعي والاقتصادي، اللي هو الإنسان اللي عنده قريب من الحد الأدنى ويحتاج إلى تحسين الدخل بصورة أفضل. فإحنا بنستهدف إن الناس اللي هم طبعاً معالي وزير الزراعة جلسنا أكثر من جلسة الحقيقة، وهو أرشح سيادة نائب الوزير وقعدوا أعداد طويلة جداً، هنستهدف مين في المشروع ده؟ عشان إن تربية الحيوانات لابد إن يكون واحد عنده مكان، معالي الوزير هيتكلمنا عن هذه الضوابط. فإحنا الحقيقة قلنا هنوفر من كان الهدف الحقيقة إن إحنا قلنا هنوفر 50 مليون جنيه من باب البر من الأوقاف، نستهدف فيها الأسر الأولى بالرعاية في مجال تنمية الثروة الحيوانية. طبعا هذا المشروع، يعني خلونا نقول إن هذا المشروع بيأتي تنفيذا لمبادرة فخامة السيد الرئيس
لما بنعرض عليه المشروعات بصفة مستمرة كان عنده رغبة أكيدة إن هو يعمل عملية تحسين السلالات وإحلال رؤوس الماشية لدى صغار المربين والمزارعين. يعني عندنا مبادرة كبيرة اللي هي توجيهات فخامة السيد الرئيس إن إحنا نعمل تحسين السلالات لدى صغار المزارعين والمربين، وإحنا عندنا مجموعة من المبادرات التي تحقق هذا الهدف. ويمكن أنا وزملائي في وزارة الزراعة عندنا برامج متعددة لتنفيذ هذه المبادرة وعندنا محاور متعددة. أحد هذه المحاور المهمة جدا وبصفة خاصة المهتمة بصغار المربين والناس البسطاء كان يعني تواصل معالي وزير الأوقاف على أنه بيعرض أنه عايز نعمل مبادرة في أن احنا ندعم صغار المربين والمزارعين اللي حياتهم بسيطة في أن احنا ندلهم مشروع بدل ما بياخد معاش شهري أو بياخد كذا، لا يبقى عنده مشروع وعنده في شكل رأس ماشية أو اتنين رأس ماشية وبالتالي يقدر يعيش حياة كريمة يرعى هذا المشروع. بنقدم له الدعم من كل الجوانب زي ما معالي الوزير قال كده إن هذا المشروع بيبتدئ. طبعا ليس دي النهاية، دي مرحلة أولى هيتم تنفيذها ونقيس كفاءتها ونجاحها والدعم اللي بيقدم لها. معالي الوزير هيقدم لنا المبلغ هو ووزارة التضامن. حقيقة كان معالي الوزير بيقول إن الجانب الاجتماعي والجانب الاستثماري، لا أنا أعتقد إن إحنا دلوقتي حتى في التضامن بدأنا نتبنى الجانب الاستثماري لأن لا استدامة دون استثمار. يعني لو هنتبنى الجانب الاجتماعي فقط فإذا لا مواردنا هتكتر ولا هنقدر نستثمر في البشر زي ما احنا بنطمح إليه في الفترة القادمة، وزي ما الوزارة تبنت هذا المنهج حتى الدعم النقدي بنشرطه بالتعليم وبالصحة ودلوقتي كمان بتجريم أو عدم تزويج القاصرات. فإحنا بندخل في المجتمع مع مؤيدة الخير بالتنمية، يعني إن لو الأسرة بنحاول نساعد معاها وإحنا في الآخر سبيل إلى المساعدة، بندمج ما بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. الاقتصاد المصري بما مر به من عثرات متكررة واحدة تلو الأخرى بيستنفر طاقتنا جميعا إن نعمل على التمكين الاقتصادي لكل يد عاملة على أرض مصر وبصفة خاصة في الريف. الحقيقة مجهود كبير جدا من وزارة الزراعة والتضامن والأوقاف، الرغبة في تحسين السلالات لدى صغار المزارعين، مبادرة كبيرة ومجموعة من المبادرات وبرامج متعددة أيضا لتنفيذ هذه المبادرة زي ما احنا شفناها، وفي محاور كتير يعني يمكن كان فيها نوع من التواصل بين وزارة الأوقاف وبين أيضا وزارة التضامن وأيضا وزارة الزراعة. مهم جدا أيضا الجانب الاستثماري كما قالت الوزيرة الآن، وإدماج الجانب الاستثماري مع الجانب الاجتماعي. لا يمكن أن نفصل الجانب الاجتماعي عن الاستثمار لأن الاستثمار هو وقود الحياة كما قالت الوزيرة، والاستثمار هو أساس التنمية، ولا بد من إدماج الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادي. مشاهدينا الكرام بكده خلصت فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل هيكون معنا فقرة مهمة جدا هيكون فيها جدل واختلاف آراء بين ضيوفنا. فقرتنا الحقيقة مشاهدينا الكرام عن تعدد الزوجات بين القانون والشرع والعرف المجتمعي. الحقيقة الموضوع مش هيكون مجرد موافقة أو رفض أو إحنا مع أو ضد، ولكن هيكون ما بين الضرورة، الأسلوب، الطريقة، الهدف، وفي النهاية يعني حماية الأسرة والأطفال هو الهدف الأساسي. هيكون ضيوفنا المشرفين إن شاء الله الدكتورة منى أبو هشيمة رئيس ملتقى المرأة العربية والإفريقية، وأيضا الأستاذ محمد الغندور المحامي والمستشار القانوني. انتظرونا بعد الفاصل.